لكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم لقاء جديد. لقاءنا اليوم لقاء مهم لاننا غنتناقشوا فيه على واحد الموضوع اللي كيهم كل مواطن الان، لاننا بما اننا في فتره الصيف ومع ارتفاع ديال درجه الحراره الجلد ديالنا كيكون عرضه انه يتصاب مجموعه من المشاكل. هادشي علاش خصصنا هذا اللقاء هذا، باش نتحدثوا على اهم وابرز المشاكل اللي كتعرض لها البشره في فتره الصيف مع ارتفاع درجه الحراره. وباش نتحدثوا في هذا الموضوع معنا اليوم اختصاصيه في امراض الجلد، معنا اليوم الدكتوره احلام اسيري. الوغ كيما تنعرفوا في فصل الصيف الناس تتعرض بزاف للشمس، دونك وما تيكونش ان كونترول دائما ديال شحال واحد غادي يتعرض الوقيته اللي غادي يتعرض فيها. دونك الحويجات اللي تنشوفوهم بزاف هي ريكود سولي ولا ديك الحموريه اللي تجي بزاف ابخي تعرض لاشعه الشمس، والحروق. هادو جوج ديال الحويجات اللي تيبانوا بزاف والناس ما تيردوا لهمش البال، دونك حتى تيقوا عاد ابخي تترتبوا عليهم بزاف ديال المشاكل. دونك عندنا الحروق تيقدروا يكونوا فيمشيو من واحد الحروق بسيطه اللي ما وصلاش ميم الدرجه الاولى، دونك تكون جوست واحد الحموريه في البشره، وتقدر توصل حدا الحروق من الدرجه الثالثه فريمون لا بو تتحفر، تيكونوا في هذيك لي بول ولا الفقاعات اللي تنشوفوا. وهاد النوعيه ديال الحروق هي اللي تتخلي ديك لي سيكاتريس ولا لي تراس خايبين باغ لا سويت، فحال الحرق اللي تيطرا مثلا بالعافيه ولا بالماء سخون. سي اكزاكتومون لا ميم شوز، فحال غنقولوا غير السبب ديالو اللي مبدل. وهاد الحروق فكيما كانت الدرجه ديالها الخطوره ديالها ماشي في ديك الوقيته اللي تطرا، حيت اذا درنا واحد الاسعافات اوليه وداويناها بيان سور غادي تمشي سون بروبليم، ولكن ملي تطرا هاد الحروق وديك البليصه تيبقى الواحد يتعرض بها لاشعه الشمس، هادشي تيخلي عرضه انه يجيو واحد الامراض اللي هي خطيره بزاف واللي فهي سرطانات الجلديه. عندنا اول حاجه كما كانت الدرجه ديال الحروق واخا تكون جوست حموريه بسيطه، اول حاجه اللي خاص يديرها الواحد هو ان ديك البليصه اللي حمرت ولا تحرقات غادي يديرها تحت الماء توكور، الماء ديال الروبيني ماشي الماء بارد بزاف باسكو البروده بزاف كما تنعرفوا حسيه تتحرق البشره ماشي غير سخونيه. دونك نورمالمون البليصه اللي تحرقات تنديروها تحت الماء لواحد المده ديال 15 دقيقه مينيموم. دونك الغالبيه ديال الاشخاص دونك ملي تيسمعوا خصك ديرها تحت الماء، دونك جوست فحال تيغسلها وحيد، اذا غسلتيها وحيدتي ما غادي تستافد حتى حاجه. باغ كونطخ ملي تتخليها واحد 15 دقيقه اذا كان حتى اكثر من الاحسن، شنو هادشي تيدي؟ دونك لابو تتبرد، درجة الحرارة ديالها تتنزل، و باغفوا حتى مثلا حتى ديك الدرجة ديال الحروق حتى هي تتبدل، تيكون مثلا حروق من درجة ثانية تتقدر غير بهاد لو جيست اللي هو بسيط تتهبط للدرجة الأولى ولا الدرجة الثالثة تتهبط للدرجة التالية. دونك هادي هي أول حاجة اللي خاص الناس كلهم يكونوا عارفينها واللي غادي يديروها من ورا هاد الإصابة بالحروق ديال أشعة الشمس. قبل ما نهضروا على النوع ديال البشره عندنا بعدا جوج ديال الاعمار، دونك لي زيكستريم عندنا الاطفال الصغار وعندنا الناس المسنين، حيت تكون المناعه ديال البشره ديالهم تكون ديجا نازله شويه، دونك ما تيقدروش يقاوموا بزاف اشعه الشمس. دونك هادو هما زعما اكثر الاشخاص اللي عرضه للحروق. عاد عندنا بيان سور البشره اللي بيضاء ماشي بحال البشره اللي سمراء، حيت كل ما كان اللون فاتح ديال البشره كل ما تتكون عرضه لاصابه الحروق، حيت الكميه ديال الخلايا الصبغيه تتكون فيها قليله، وكما تنعرفوا ان ديك الخلايا الصبغيه تتفرز لاميلانين. هذيك لاميلانين اشنو تدير؟ دونك ديجا تتعطي ديك اللون قوي ديال البشره، دونك تيحميها ما تيخليش بحال هذيك اشعه الشمس غادي توصل الطبقات الداخليه، وتيتزاد السمك ديال البشره. دونك حتى هو سي مويان دو ديفونس، واحد الوسيله اللي ديال الدفاع. الناس اللي عندهم بشره بيضاء عندهم لاميلانين ناقصه تو سامبلومون، دونك فحال غنقولوا وسائل الدفاع عندهم ناقصين، وما اللي تيكون عرضه للمشاكل كاع اللي تجي من اشعه ديال الشمس. على حساب لا فيتامين اللي هضرتي عليها، هذيك الافراز حيت هو افراز اللي هو طبيعي عندنا،
تيحتاج الشمس غير باش فحال غنقولوا باش يتحفز. دونك فينالمون حنا ما محتاجينش نتعرضوا للشمس كما تنقولوا اكثر من القياس باش يكون عندنا واحد الافراز اللي هو مزيان ديال لا فيتامين دي. هذه هي واحد القناعه اللي الناس خصهم يحيدوها. دونك بالنسبه للمشاكل الاخرين كما هضرنا على الحروق هما اللي تيقدروا يكونوا. كاينه كما سولتيني على الشيخوخه, كاين واحد الانواع واحد النوع ديال شيخوخه الجلد تيتسمى لو فيسمون فوتو اندوي, تيجي غير من تعرض لاشعه الشمس ما عنده علاقه بالسن نهائيا. دونك كما تلاحظ تيكونوا باغ في واحد الاشخاص اللي سن ديالهم صغير ما وصلينش حتى ل 20 عام, وتتلقى سورتو البشره ديال الوجه اللون ديالها بحال مايل صفيرار, تتلقى تتبان لك غليظه فيها الخطوط بزاف. دونك هاد وتنشوفوا عند الناس اللي تيديروا السيرف اللي تيكونوا خدامين على برا في البحر, دونك تلاحظوا عندهم هذا المشكل بزاف. دونك هاد الشيخوخه كما قلت لك ما عندها علاقه بالسن. دونك اول حاجه اللي خصنا نديرو باش نتفاداوها هي غادي نتفاداو التعرض المفرط لاشعه الشمس, وبيان سور فان الوقايه اللي غادي نهضروا عليها باغ لا سويت. عندنا اول حاجه هي التعرض يكون بالقانون, واحد غادي يتعرض للشمس يا با دو بروبليم, ولكن باغ اكزومبل غادي يتفادى التعرض في الوقيته اللي تكون فيها ديك الاشعه ديال الشمس ماكسيموم عندنا, هي اون جينيرال ما بين 12 ديال النهار حتى 4 ديال العشيه. ملي غادي نبغيو نتعرضوا بيان سور غنديروا لا كريم سولير, دونك الواقي ديال الشمس. ليكران خصو نورمالمون يتعاود على كل ساعتين, دونك هذه واحد الحويجه اللي هي معروفه. وكما قلت لك بالنسبه للاطفال الصغار وبالنسبه للاشخاص المسنين كاينين ديك لي كومبينيزون ديال العومان, من الاحسن يديروهم حيت فينالمون وقت الشمس شنو هو الهدف منه ان احنا تنديروه. دونك هو غادي يحمي البشره, ولكن غير من واحد النوعيه واحد الانواع ديال الاشعه اللي مضره للبشره, تي دونك لي غيون فينالمون تيدخلوا ولكن بواحد لا كونتيتي اللي هي معقوله. اذا ما درناش واقي الشمس راه هذيك لي غيون غادي يدخلوا بواحد الطريقه اللي هي كبيره, وغادي تسبوا لنا سورتو في سرطانات ديال الجلد اللي ما تتبانش ديك الساعات. هذا هو المشكل ديالها. دونك عندها واحد لي في كومولاتيف, دونك عام على عام كل ما الواحد تعرض بزاف بحال هذيك الشيء تيبقى يتجمع تيوصل ان سارتان مومون اللي تيسكولوا لينا هاد السرطانات. هذا السؤال مزيان باسكو تيتطرح بزاف, هي فينالمون تانتي ولا اكران انفيزيبل ما تيبانش راه فحال فحال, حيت كاين واحد الاعتقاد ان لو تانتي ما تيحميش فحال الاكران اللي ما تيبانش, هاد القضيه ما كايناش. دونك هذاك جوج زيد فيه واحد اللون تو سامبلومون, ولكن الفعاليه ديالهم راه هي نفسها. بالنسبه للحوايج اللي خصنا ناكدوا عليها ان ديك لانديس دو بروتيكسيون اللي تيكون تتلقى 30 تتلقى 50 90 100, دونك قل من 50 تتكون الوقايه ناقصه. لي زيكران اللي قل من 50 نقدروا نستعملوهم لي كل حال بارد, حيت فينالمون لي كونت خصو يتستعمل على طول العام, ولكن من 50 حتى ل 100 راه عندهم براتيكمون لا ميم بروتيكسيون, ما كاينش واحد الفرق كبير ما بيناتهم. دونك ليسونسييل ان لانديس دو بروتيكسيون اللي غادي يختاروا الواحد تيكون اكثر من 50. وبالنسبه للنوعيه ديال لي زيكران على حسب النوعيه ديال البشره, مثلا بشره ميد ما خصها اكران فلويد, بشره ناشفه خصها كريم, دونك تروم على حسب النوعيه, مي لا كومبوزيسيون لو تكوين ديالهم راهي براتيكمون لو ميم. وهكا كنكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم, على امل انكم تكونوا استفدتوا من مجموعه ديال المعلومات اللي عطاتها لنا الدكتوره, ونتلاقاكم ان شاء الله في لقاء جديد. السلام عليكم.